أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب أن أهل الذكر الذين امر الله الخلق بسؤالهم هم الائمه عليهم السلام من كتاب الكافي الشريف حيث جمع الكليني رضوان الله تعالى عليه في هذا الباب عده روايات في تفسير او تاويل قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وكذلك تفسير او تاويل قوله وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. كلمة الذكر في القرآن الكريم وفي الروايات استعملت في مصاديق مختلفة منها القرآن، القرآن يطلق عليه الذكر. لأنه يوجب تذكر على الإنسان بما نساه، بما نسيه من فطرته. كما أطلق الذكر على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، كما في سورة الطلاق، "قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا" الرسول تفسير للذكر. لأن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله هو ذو الذكر يعني هو صاحب القرآن الذي نزل القرآن عليه ولأنه يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى وبالآخرة وبسائر أصول الدين وبفروع الدين كما أنه أطلق الذكر على ذكر الله سبحانه وتعالى، بأن يذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى في قلبه، أو يذكره في لسانه، ثم أهل الذكر، أهل الذكر أطلق على الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لانهم اهل القران. الله سبحانه وتعالى انزل القران على محمد رسوله صلى الله عليه واله. وكما علمه الفاظ القران كذلك علمه معاني القران من تفسيره وتاويله وبيان مصادقه. ان علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فلذا كما نزل نص القرآن وألفاظه على رسول الله محمد صلى الله عليه واله كذلك نزل عليه تفسيره وتأويله وبيان مصادقه، فأهل الذكر الأئمة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله علمهم القرآن بظاهره وباطنه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه وما إلى ذلك الرسول علمه الله ثم هو علم أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام وكذلك سائر الأئمة فيعلمون كل القرآن وكل ما يرتبط بالقرآن الكريم فصاروا أهل الذكر يعني أهل القرآن وأما غير الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فكونهم أهلًا للقرآن هو في الجملة بمقدار ما يعلمه يعني سائر الصحابة والتابعين والعلماء والناس بمقدار ما يعلمون من القرآن بذلك المقدار هم أهل الذكر، فهم أهل الذكر في الجملة لا بشكل مطلق، أما الذين هم أهل الذكر بشكل مطلق، أهل القرآن بشكل مطلق هم الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولذلك لا يفترقون عن القرآن. في حديث الثقلين المشهور إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض لا يوجد افتراق بين القرآن وبين الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومن مصاديق عدم الافتراق أن القرآن يدل عليهم وهم يدلون على القرآن فلذلك يعرفون القرآن بالتفصيل لأنه إذا الإنسان جهل شيئا من القرآن ففي مقدار جهله افترق عن القرآن وهؤلاء لن يفترق القرآن وأهل البيت لن يفترق هاي لن لنفي التأبيد فالأئمة أهل القرآن لذلك يطلق عليهم أهل الذكر، كما أن الذكر هو رسول الله صلى الله عليه وآله له أهل وهم أهله الذين نزلت فيهم آية التطهير، "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا". هذه الآية نزلت فيهم خاصة دون غيرهم وهذا ما اتفق عليه روايات المسلمين المعتبره يعني سواء روايات الشيعة او روايات غير الشيعة في كتاب مسلم الصحيح عند العامه ام سلمة ارادت ان تدخل في اهل الكساء فرسول الله صلى الله عليه واله قال لها مكانك وانت على خير انت امراه صالحه مؤمنه متدينه وحسب ما يستفاد من بعض الروايات انها افضل زوجات الرسول بعد خديجه سلام الله عليهما لكن هذه الايه خاصه لا تشملك لان هذه الايه تدل على عصمه هؤلاء وزوجات الرسول لم يكن معصومات باجماع المسلمين فأهل البيت بالمعنى الخاص الذي نزلت فيهم آية التطهير هم الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وفاطمة الزهراء سلام الله عليه يعني عليها الذين كانوا في زمان نزول هذه الآية أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين عليهم جميعا الصلاة والسلام. وأما سائر الأئمة من الإمام زين العابدين إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهذه الآية أيضا تشملهم بأدلة خاصة أخرى دلت على شمول هذه الآية لهم. فهم أهل الذكر يعني هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه واله. وأيضًا الذكر استعمل بمعنى العلم، لأن العلم يذكر الإنسان، الإنسان الجاهل لا يتذكر، لا يكون له عبرة واعتبار، لكن العلم يوجب التذكر، فلذلك الذكر أطلق على العلم أيضًا. فحينما يقال أهل الذكر الأئمة عليهم الصلاة والسلام هم أهل العلم لأن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا عليه الصلاة والسلام ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب ومن أمير المؤمنين لسائر الأئمة عليهم الصلاة والسلام انتقل هذا العلم فضلا على العلوم التي يلهمها الله سبحانه وتعالى إياهم إلهاما أو التي حدثتهم به بها الملائكة. فإذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أبرز مصاديق أهل الذكر في هذه الآية هم الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. طبعا يمكن أن يقال أن شأن نزول هذه الآية لأن هي آيتان في القرآن الكريم. شأن النزول إحدى الآيتين أو كلتا الآيتين في سؤال أهل الكتاب عن نبوة البشر، لأن المشركين كانوا يشككون بأنه كيف يمكن أن يكون هناك بشر رسول، كانوا يتصورون أن الله سبحانه وتعالى إذا يريد ان يرسل رسولا يرسل ملكا، لذا كانوا يعترضون وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. الله سبحانه وتعالى في آيات متعدده رد عليهم هذه الشبهه انه حتى لو كان مقرر ان يرسل ملكا رسولا اليكم لألبسه بلباس البشر. لماذا؟ لأن النبي يكون قدوة وأسوة للناس، فيكون فيجب أن يكون مثلهم في مأكله، في مشربه، في زواجه، في حركاته، في سكناته، يكون مثلهم من حيث التركيبة البشرية، ومن حيث الحاجة، حتى يتمكنون من الاقتداء به في أعماله، والله سبحانه وتعالى ولو جعلناه يقول في القرآن في القرآن الكريم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وَلَلَبَسْنَا عليهم ما يلبسون. زين انتم عندكم شك لا بأس اذهبوا الى اهل الكتاب اسألوهم عن عيسى اذا كانوا من النصارى اذا كانوا من اليهود عن موسى عن هارون عن الأنبياء هل هؤلاء كانوا بشر أو لم يكونوا بشرا سؤال خاص ليس سؤالا عاما أكو بعض الناس تصور أنه اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني اذهب إلى النصارى واسألهم في كل شيء اذهب إلى اليهود واسألهم في كل شيء كلا إذا تسأل في أي شيء يدعوك إلى دينه إلى مذهب يبين لك الانحرافات التي يعتقد بها ولذا في بعض الروايات رد على من يفسر هذه الآية تفسيرا مطلقا، يقول اذهب إليه واسأله في كل شيء، لا المورد في قضية محددة، القضية المحددة السؤال عن بشرية أنبيائهم، لأنه اليهود وحتى النصارى، النصارى هسه بالنسبة إلى عيسى قسم منهم غلوا وقالوا هو الله أو قالوا هو ابن الله. لكن بالنسبة إلى سائر الأنبياء يتفق اليهود والنصارى على أنهم كانوا بشر اسألوهم هذا السؤال المحدد هذا شأن نزول الآيتين أو إحدى الآيتين لكن خصوصية المورد لا تخصص الوارد ولذلك هذه الآية يستدل بها على سؤال العلماء لأن العلماء أهل الذكر في مقدار ما يعلمون تذهب إلى فقيه تسأل عن المسائل الشرعية هذه الايه تدل عليه لان الفقيه مصداق من مصادق اهل الذكر علماء اهل الكتاب في سؤال محدد منهم مصداق من مصادق اهل الذكر لكن اهل الذكر المطلق من كل الجهات هم الائمه عليهم الصلاه والسلام لانهم يعلمون جميع العلوم التي انزلها الله سبحانه وتعالى على انبيائه من الانبياء الى الاوصياء الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله الى الائمه من اهل بيته عليه وعليهم الصلاه والسلام فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، طبعا لا تعلمون الانسان عندما لا يعلم هذه قاعده عقليه، العقل يدل الجاهل يسال العالم رجوع الجاهل إلى العالم، الآن اكو كلام البعض يسأل لماذا نحن يجب علينا أن نقلد مرجعا مجتهدا فقيها، حيث أنه لا نتمكن من الاحتياط أو الاحتياط صعب علينا إذا لم نكن مجتهدين، لماذا نذهب إلى المجتهد الفقيه ونسأله ونقلده؟ السقط النظر عن الادله الشرعيه التي دلت على ذلك من الايات والروايات هي مساله عقليه رجوع الجاهل الى العالم انت الان عندك قضيه في المحكمه زين أن انت لست خبيرا في القانون ما تعرف القوانين العامه والخاصه زين كتب القانون موجوده ومؤلفه بلسانك تعرف هذه لغه هذه كتب القانون زين مع ذلك تروح تاخذ محامي ليش تاخذ محامي زين لماذا بل في بعض الدول انت مجبور ان تاخذ محامي بدون محامي ما يصير حتى اذا واحد متهم هو ما ياخذ محامي القضاء ياخذ له محامي لماذا يقول له انه هذا لا يعرف القانون ولو القانون مدون بلغه واضحه لكن علم القانون هو علم يحتاج الى خبره فهذا المحامي يجي يشوف القوانين التي تختم هذا المتهم او هذا الذي يرفع دعوه يبينها للقاضي لانه خبير في ذلك زين الان انت في مسائل الشرع تقول زين عندنا روايات عندنا آيات زين هل جميع الناس فارغون لمراجعة عشرات الألوف من الروايات والاستنباط منها؟ بحاجة إلى أدوات، بحاجة إلى خبرة، ويضاف إلى ذلك بحاجة إلى علم في الأسناد، لازم أنت تعرف تكون خبير في علم اللغة، تكون خبير في علم الرجال تكون خبير في علم الأصول تكون خبير في علم الفقه حتى تصير فقيه تتمكن من استنباط الأحكام الشرعية وما يصير لكل الناس نقول أنتم أتركوا أعمالكم تعالوا صيروا فقهاء وبعض الناس ما إلى استعداد ما إلى قابلية لذلك فكما أنه في سائر المسائل الذي لا يعلم يرجع إلى العالم كذلك في مسائل الشرع رجوع الجاهل إلى العالم هذه مسألة عقلية. وهذه الآية إرشاد إلى هذه القضية العقلية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت تقدر تصير من أهل الذكر وتصير عالم فبها. ما تقدر تصير من أهل الذكر، ما تقدر تصير عالم؟ لازم تروح إلى أهل الذكر وتسألهم. زين أحيانا مقدمات العلم متوفرة لدى الإنسان. لا بأس أنت حالك حال بقية الناس تقدر تروح تكتسب هذا العلم أحيانا مقدمات العلم غير متوفرة يعني الله سبحانه وتعالى أوحى إلى محمد صلى الله عليه واله زين ذاك اللي كان في زمان الرسول محمد صلى الله عليه واله هذه الوسيلة ما متوفرة له لا يتمكن بجهده أن يتصل بالسماء وأن يوحى إليه لأن الوحي على إنسان بحاجة إلى اصطفاء من الله سبحانه وتعالى مو كل إنسان إلى قابلية لكي يوحى إليه وكذلك تلقي العلوم من الرسول الرس الرسول صلى الله عليه وآله بيّن للجميع لكن العلوم كثيرة جدا هذه العلوم أودعها عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام فلذلك كانوا يبينون هذه العلوم علم التفسير وهذا بحر عظيم كثير من الصحابه كانوا يسالون عن معاني كلمات ما كانوا يعرفونها وفاكهه وابا شنو هو الاب ما يدري معناه بعدين يريد يغطي على جهله يقول هذا من التكلف زين انا اردفهم معنى الايه القرانيه هذا تكلف هذا ليس تكلفا بل هو مامور به الله سبحانه وتعالى امر بالتفكر في الآيات بالتدبر فيها، أفلا يتدبرون القرآن لعلهم يتفكرون؟ على العموم فالرسول صلى الله عليه واله علمهم جميع هذه العلوم من التأويل والتفسير وبيان المصاديق وشأن النزول وما إلى ذلك. فأنت تروح إليهم وتسألهم. نعم الله سبحانه وتعالى يسر القرآن، يسرناه بلسانك. في آية أخرى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ القرآن معانيه شامخة جداً ألفاظه بليغة جداً لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر القرآن ما كنا نفهم حتى ظاهر القرآن لأنه المعاني العميقة بألفاظ فصيحة جداً لكن الله يسر لذلك نحن نلتفت الى ظاهر القران يعني اذا واحد يعرف اللغه العربيه يفهم ظاهر القران لذا الذين كانوا يعاصرون كانوا معاصرين للرسول صلى الله عليه واله كانوا يعلمون الايات التي انزلت على الرسول يعلمون معناها الظاهر لذلك كانوا يدركون الجانب الاعجازي في هذه الايات الشريفه لكن هذه الآيات فيها متشابهات المتشابهات أيضا لها ظاهر لكن هذا الظاهر غير مراد وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة هذا ظاهر بي بس هذا الظاهر غير مراد لأن آية متشابهة الآية المحكمة هي لا تدركه الأبصار زين رد المتشابه إلى المحكم الآيات المنسوخة هذه الآيات المنسوخة هذه معانيها ظاهرة لكن الحكم قد نسخ بآية أخرى، شنو الناسخ؟ شنو المنسوخ؟ العام الخاص المجمل المبين المصادق البارزة سائر المصادق وأضف إلى ذلك تأويل الآيات اللي هي معاني مرادح لكنها لا تستفاد من الظاهر وهذا من خصوصيات القرآن له ظاهر يفهمه الجميع ممن يعرف اللغة العربية وله باطن هذا الباطن علم التأويل الله سبحانه وتعالى خصه بالراسخين بالعلم يعني برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وبأهل بيته عليهم الصلاة والسلام احنا ما لنا طريق لمعرفة علم ال تأويل الا بالمقدار الذي بينه له لنا الرسول صلى الله عليه واله والأئمة عليهم الصلاة والسلام. لا نتمكن من تجاوز هذه المرحلة بالمقدار الذي بينوه لنا، لماذا؟ لأنه نحن لا نملك أدوات علم التأويل، لأن هذا يحتاج إلى وحي من الله سبحانه وتعالى أو تعلم من رسول الله. زين المقدار اللي بينه لنا الرسول والائمه بما علمهم رسول الله صلى الله عليه واله نعلم به، فما سوى ذلك لا نتمكن من ان نؤول القران بارائنا فهذا يدخل في التفسير بالراي. زين عندنا آيه اخرى في القران ايضا الله سبحانه وتعالى يقول: وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. زين هذه الآية وإنه لذكر لك إنه يعني القرآن لذكر لك يعني شرف لك أو تذكير لك لأن الرسول صلى الله عليه وآله علمه من الله الله هو الذي علمه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون زين القوم من هم؟ هنا في هذه الآية القوم هنا له مصاديق مختلفة من المصاديق أقرباء الرسول صلى الله عليه وآله عشيرته كما نقول هذا من القوم الفلانيين من الجماعة الفلانية قريش مثلا العرب هذا شرف لكم لأن القرآن نزل بلغتهم ونزل على رجل منهم صار شرف لهم والا العرب قبل الاسلام كانوا من الامم المسحوقه الحضاره في مكان اخر كانت عند الرومان وعند الفرس هؤلاء كانوا في صحراء قاحله في الجاهليه كما في الايه الشريفه لكن ببركة نزول القرآن على رجل منهم وأن الله سبحانه وتعالى اصطفى محمدًا وهو من العرب هذا سبب أن يكون هناك شرف لهم وفخر لهم هذه اللغة صارت لغة القرآن الكريم فخلدها الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب المقدس وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون جميعا الرسول يسال عن تبليغه والقوم يسالون عن ايمانهم بالقران وعملهم به زين هذا مصداق في هذه الايه الشريفه المصداق الاخر في هذه الايه الشريفه انه يراد بالقوم هنا الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وإنه لذكر لك شرف لك يا رسول الله ولقومك يعني لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا شرف لهم وسوف تسألون إما يراد في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يسأل الرسول ويسأل الأئمة الله يحاسب الرسول هكذا يستفاد من الايات والروايات. الله سبحانه وتعالى يحاسب الرسل ليتبين للناس منزله هؤلاء الرسل. أن احيانا انت تحاسبه حتى تاخذه احيانا تحاسبه حتى يتبين وتتبين منزلته. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ الله سبحانه وتعالى يسأل الرسل يحاسبهم زين الله يحاسب محمدا صلى الله عليه واله ورسول الله بامر من الله يسأل الائمه عليهم الصلاه والسلام حساب الائمه عند الرسول يعني رسول الله يحاسب امير المؤمنين الى الامام المهدي ليتبين فضلهم للناس وأن الناس هم المقصرون إذا خذلوهم وإذا لم يتبعوهم حتى واحد في يوم القيامة يقول يا رب الأئمة لم يؤدوا تكليفهم يقال لهم لا الأئمة أدوا التكليف وأنت حرمت نفسك من هذا النور ومن هذه النعمة فالله يحاسب الرسول والرسول يحاسب الأئمة والائمه يحاسبون سائر الناس بامر من الله سبحانه وتعالى. ابو الخلق اليكم وحسابهم عليكم، يعني الله سبحانه وتعالى يامر الائمه بان يحاسبوا الناس. اما الرسول فلا يحاسب الناس، مهمه الرسول اهم وهي محاسبه الائمه. والله سبحانه وتعالى يحاسب الرسول صلى الله عليه واله. وسوف تسالون في يوم القيامه ايضا في هذه الدنيا مصداق اخر من السؤال الله سبحانه وتعالى علم رسوله وعن طريق الرسول علم الائمه عليهم الصلاه والسلام علم القران وامر الناس بان يسالوهم فاسالوا اهل الذكر أنت ما تدري معاني الآيات القرآنية، ما تدري الأحكام، ما تدري العقائد، ما تدري الأدلة، ما تعرف التفسير، ما تعرف التأويل، اسأل زين، من هو المسؤول؟ المسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وآله، من بعد الرسول، من هو المسؤول؟ المسؤول الأئمة عليهم الصلاة والسلام، هنا أحاديث كثيرة الكليني رضوان الله تعالى عليه جمعها في هذا الباب تسعه أحاديث منها عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في سورة النحل قال قال رسول الله صلى الله عليه واله الذكر أنا والأئمة أهل الذكر زين سؤال آخر وقوله عز وجل وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون قال ابو جعفر عليه السلام في هذه الايه اللي هي في سوره الزخرف نحن قومه ونحن المسؤولون في في روايه اخرى عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام في فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قال الذكر محمد صلى الله عليه واله ونحن اهله المسؤولون في آية وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون قال الإمام الصادق إيانا عنا ونحن أهل الذكر ونحن المسؤولون الأحاديث الأخرى إن شاء الله سنتلوها في حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين